إدارة غزة من دون حركة حماس وإقامة دولة فلسطينية خلال 4 سنوات. كانت هذه أبرز معالم الخطة السرية التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمستقبل غزة، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. المصدر نفسه كشف أن نتنياهو يسعى في مرحلة أولى إلى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية بغزة تشرف على المساعدات لفترة انتقالية، وتزامناً مع ذلك سيتم العمل على بناء تحالف عربي دولي يدعم إنشاء سلطة فلسطينية جديدة، سلطة لا ينتمي مسؤولوها إلى حركة حماس وغير تابعين للرئيس الحالي محمود عباس. وفقاً لما ورد في المرحلة الثانية من خطة نتنياهو، هكذا سيتم العمل تدريجياً على إنهاء الإدارة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع احتفاظ تل أبيب لنفسها بالحق في إجراء عمليات عسكرية في القطاع كما هو الشأن في الضفة الغربية. المناورة الاستراتيجية لنتنياهو كما وصفتها جيروزاليم بوست وضعت جدولاً زمنياً محدداً يتراوح ما بين 2 إلى 4 سنوات من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية محددة الأراضي، اعتراف مشروط بنجاح المراحل السابقة من الخطة السرية. هذه الأخيرة عدتها الصحيفة جزءاً من استراتيجية إسرائيل لليوم التالي من الحرب، فهل ينجح نتنياهو في تفعيل هذه الخطة وإنهاء المعركة بين غزة وتل أبيب؟